فننا تأنجبنا من دون زواج وعاشنا أزمة نسب الأولاد، فنانات ومطربات كثيرات عاشنا تجربة الأمومة من دون زواج، بدون زواج مثبت رسميا على الأقل. وبالرغم من أن الفنانة ذينا كانت أشهر الفنانات التي حاربن من أجل الحصول على حقهن في إثبات النسب، إلا إنها لم تكن الوحيدة. ونستعرض لكم في التقرير التالي فنانات عربيات أنجبن من دون زواج رسمي وعاشن أزمة نسب الأولاد. من أبرز الفنانات على قائمة الأمهات من دون زواج حالة الفنانة اللبنانية قمر، التي لم تستطع حتى الآن إثبات نسب ابنها جيمي، على رغم دعاوي قضائية عدة أقامتها ضد رجل الأعمال المصري جمال مروان، الذي تتهمه بأنه والد. وبعد نزاع ودعاوي قضائية دامت لسنوات، استطاعت الفنانة المصرية زينة إثبات نسب التوأم عز الدين وزين الدين للفنان أحمد عز، الذي رفض الخضوع لفحوصات الحمض النووي، وتمكنت من استصدار شهادتي ميلاد توأمها وتسجيلهما على اسم أحمد عز. كثير من الجمهور لا يعرف أن الفنانة المصرية الراحلة هند رستم تزوجت سرا من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت، ولكنه رفض الاعتراف بالزواج وبابنته قبل أن يخضع لتهديداتها بالفضيحة والتشهير به. فاجأت الفنانة شريهان بانضمامها للقائمة، حيث في لقاء تلفزيوني قديم لشريهان مع الإعلام اللبناني فؤاد، تحدثت عن والدتها التي تزوجت في سن صغيرة من مدير التصوير أحمد خرشيد، وأنجبت منه أبنائها جيهان وعمر. وبعد أن تزوج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل آخر، ثم انفصال ثم زواج من والد شريهان وهو أحمد عبد الفتاح الشلقاني. وكانت والدتها السيدة عواطف هاشم تزوجت الشلقاني عرفيا لتحمي ابنها عمر خرشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاجا دائما، فاضطرت للزواج عرفيا. ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.